ولكن خلونا نفهم أكتر مع الأستاذ خالد فكري، سكرتير شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة. أستاذ خالد أهلا بحضرتك. أهلا بك يا أستاذة سارة، إزي حضرتك فندم؟ أهلا بحضرتك. اقتراح مش جديد وبالفعل تم تطبيقه، وقف ليه أصلا؟ حضرتك الأول الاقتراح اللي كان شغال قبل كده كان الدور زي ما حضرتك ذكرت من شوية، الدور اللي هي الشامية البيضاء ده اللي اتطبق من سنة 99 لسنة 2007. وقفنا الاقتراح ده تم سببه كان وقتها لما كان الذره في 2007 كانت الذره بنصدرها كانت اغلى من القمح ما بنجيبه. فقالوا طب احنا كده شغالين بالخساره، فيبقى انا اوفر الذره واصدرها هجيب عمله صعبه بيها اجيب بيها قمح، يبقى ارخص من ان انا ادخل الذره تاني في الموضوع. الذره كان لما اشتغلناها كان فيها عيوب كتير قوي في شغلها. طيب معلش عايز بس ارجع للفتره اللي هي من 99 ل 2007، هل الناس كانت متضايقه من طعم العيش متقبلاه؟ يعني هل كان في اي فروق بتضايق الناس؟ هي حضرتك كان العيب اللي كان في الدورة الشامية اللي هي الصفرة ديت حضرتك البيضة، ان هي الدورة كانت بتحل في قلب العجين، خلي الرغيف يفرغ بسرعة، عمر الرغيف قصير قوي. ده كان وقتها بيحصل كده. ده حقيقي. وكان الدورة كان فيها عيوب في التصنيع بتاعها قبل ما في الطحن بتاعها قبل ما تيجي المخابز ويحط ويخلطوا بقى الدورة مع القمح ساعتها. فهنا توقفت بسبب ان قلنا الدورة كان سعر ال الدورة الشامية كانت اغلى ساعتها، فتوقفت بسبب كده. وقال لك لا بقى ان ادخل القمح تاني مكانه لان هيوفر معايا احسن من اصدر الذره الغاليه واجيب مكانها قمح ارخص. هنا توقفت هنا هي الذره الرفيعه. الذره الشاميه الاولانيه اللي هي البيضه. انما احنا فخامه سياده رئيس الجمهوريه اتكلم على موضوع الذره اللي هي الذره الرفيعه اللي هي الذره الصفراء اللي هي بيقول عليها ذره عويجه. نعم. دي اللي فخامه الرئيس اتكلم عليها قبل من فتره، كان حوالي 3 اسابيع كده قبل موضوع ان الرغيف يغلى وسعره يغلى. فلما طبعا غلى الرغيف وسعره غلى 3 اضعاف بقى من 5 قروش ل 20 قرش. هنا حضرتك الفرق دوت يعني اعتقد هيلم الموضوع عن الذره برده مش رخيصه، الذره الطن بتاعها من 19 ل 20000 جنيه في الطن الواحد. يعني حضرتك شايف ان ده مقترح ممكن يفرق معانا؟ بس كده بعد غليان بعد ارتفاع سعر الرغيف ما اعتقدش انه ممكن يخش الذره في الموضوع تاني. هو ممكن يرجع شويه الحين. اولا الذره بتزرع في فتره الصيف اللي احنا فيها ديت من شهر 4 لحد شهر 8، بتلم شهر 8. وبعد كده بقى المقترح ده لو كان هيتطبق كان لسه هيدرس الاول على ارض الواقع الاول بناء على ان احنا هنجرب نعمل تجارب عليه، وبناء عليه نسبه نجاحه هتبقى قد ايه ونسبه فشله قد ايه والسلبيات والايجابيات اللي هتبقى فيه، وبناء عليه كان هيقرر هل هنشتغل بيه ولا لا. طيب هل في محل سعر الرغيف لما غلي فرق بقى 3 اضعاف في سعر الرغيف، ففرقت في التكلفه، فممكن يستقر الوضع ويستقيم على ان انت تشتغل بقمح بس الفتره الحاليه. انها ممكن ايه معلش؟ استقر الوضع على ان احنا نشتغل قمح بس ما نشتغلش مع يعني ارتفاع الاسعار، فبالتالي احنا نرجع تاني لفكره لما ارتفع سعر الرغيف. طب امال احنا طيب لما كانت الاسعار مش اعلى ليه كنا عايزين نروح للذره؟ ما هو كان ساعتها لسه الرغيف ما غليش، كان الرغيف ب5 قروش. عشان كنا عايزين نعمل ايه؟ كان الرغيف ب5 قروش، ما كانش لسه. ايوه احنا ليه بقى ساعتها كنا بنفكر في ان احنا عايزين ندخل الذره؟ ما عشان نوفر 600 مليون جنيه في السنه كان هيوفرهم. النهارده لما سعر الرغيف غلي ممكن يوفروا ويعديهم كمان، يبقى انت مش هتوفر حاجه كده، انت عديت التوفير بتاعك اللي انت كنت عايزه. طيب هل في محاصيل تانية ممكن يتم برضو خلطها بالقمح ونستفيد بيها في العيش؟ لان احنا بنسمع ساعات اقتراح ببطاطا، بنسمع اقتراح يعني في محاصيل تانية تم تجريبه في محافظه من المحافظات موضوع البطاطس دوت وفشل. مش الرغيف كان كله كان صافي خالص غير ناضج الرغيف، فكان ما كان فاشل. برضه العيش قمح 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 يعني. طيب غير البطاطس هل في يعني محاصيل ثانيه؟ لا زي البطاطا مثلا. انا ما اعتقدش، لان طبعا ده بيجرى طبعا تحت دراسات معهد البحوث الزراعيه، هم اللي بيدرسوا الكلام ده وهم اللي بيقرروا الكلام ده. بيعملوا اول تجارب وبعدين لما يجرب مره واثنين يشوف التجارب نسبه نجاحها قد ايه، بناء عليه بياخد قرار وبيرفع للمسؤول الاعلى منه القرار بيبقى شكله ايه. يعني بالتالي حضرتك بتستبعد انه اقتراح خلط الذره ده ان احنا نرجع له مره ثانيه في خصوصا بعد ارتفاع سعر رغيف الخبز. نعم بشكر حضرتك. عندنا عندنا حته عايزين برضه نوضحها من خلال برنامج سيادتك الناس كلها شايفاه وسمعاه، ان لاصحاب المخابز بعد اذنك لو في مساحه. اتفضل يا استاذ خالد. احنا كان الفتره من اول 1/6 كان الرغيف طبعا سعره بقى 3 اضعاف بقى ب 20 قرش بدل 15 بدل 5 قروش. فكان وسيله التحصيل ايه كان ما حدش عارفها، حتى لحد النهارده لسه صادر بيها قرار ان المخابز على كل صاحب مخبز خد فرق التصنيع بتاعه ال 15 قرش يخصم منهم الفرق اللي كان بياخده من البنك، واللي زاد اللي عليه يروح يوردها من خلال مكنه ضامن، اي مكنه ضامن في اي محل او اي كشك جنبه.
يقول للمكسع اللي عنده المكنه يديله رقم كود النغز الخاص بيه، بناء عليه بيطلع له ايصال بيشوفه على الشاشه لو هو اسمه موجود مظبوط، ويقول له المبلغ عليك قد كده بيسدد من خلاله. احنا بس كنا نوضح من خدم بدنك سيادتك الكلام ده للناس اصحاب المخابز. بشكر حضرتك استاذ خالد فكري سكرتير شعبه المخابز بالغرفه التجاريه في القاهره، شكرا لهذا الشرح ووجود حضرتك معانا برضو في كل الزوايا.